ومع السماء مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. أنتم الآن على راديو خذ نصيحتي، خذ نصيحتي .com/radio. السماء مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا خليفة الأرض، أنا بأمر خالق السماء. روح من الله سرت، فيض من الحب سما. خليفة الأرض أنا بأمر خالق السماء. ومع السماء مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. تستمعون الآن إلى خلاصة الحياة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا، معكم رضا محمود، كل يوم في رمضان الساعة 12 بالليل بتوقيت مكة المكرمة في برنامجنا خلاصة الحياة. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. موضوع الحلقة، موضوع حلقتنا اليوم بيتكلم عن النجاح. على النجاح، على فكرة انت فاشل، على فكرة فكرتك كمان فاشلة، ومشروعك كمان فاشل زيك. كلمة حارة صح؟ كلمة حارة بالذات لما تسمع من واحد بتحاول تحكي له انت طموحك قدر شنو، حلمك قدر شنو، هدفك اللي انت عاوز تصل له شنو، بادي مشروع جديد، بادي موضوع انت حابب فعلا انه تحكي مع الناس وتشاركه مع الناس وتاخد آرائهم، تسمع كلام زي ده، تسمع نقد، ياريت انه ممكن نسميه نقد، تسمع كلام جارح اكتر من انه نقد، تسمع تثبيت تحبيط من ناس حواليك، من ناس بتعرفهم، من ناس اللي ما بتعرفهم. الحاجة دي ممكن تأثر في اي انسان، ممكن فعلا تخليه يوقف فكرته، تخليه يوقف مشروعه، تخليه يتخلى عن حاجة هو كان بالنسبة له حلم، حلم حابب انه يحققه، حابب انه يشتغل عليه. مع الأسف ما كان عنده الإمكانيات اللي بيقدر يشتغل بها براو، فعشان كده كان مضطر انه يحكي لفلان وفلان وفلان. يمكن واحد يشاركه الحلم ده، احتمال واحد يهتم بالمشروع ده ويشتغل معه فيه. لكن مع الأسف في مجتمع ممكن يكون سلبي، ممكن يكون ما فيه أي نوع من الناس بتحب الأحلام وبتشجيعه والكلام ده، ممكن أحلامه دي تتدمر بسبب أنه بدأ يحكيها، بسبب أنه بدأ يطلعها للعلن مما كانت في داخل عقله، فيما كانت في داخله بفكر فيها يوم ورا التاني ورا التالت، ممكن عاش معها سنين هو بيحلم أنه يوم من الأيام حيجي ويحقق فيه حلمه ده، يوم من الأيام حيجي ويوصل للنجاح اللي هو طالبه، اللي هو عاوزه، اللي هو خدت له هدف.
مجرد ما يطلع الفكرة دي، بمجرد ما يقول خلاص أنا لمتين حقود أفكر فيها براي، ليه ما أتكلم فيها مع أخوي، أتكلم فيها مع صاحبي، أتكلم فيها مع مديري في الشغل، احتمال تلقى أذن واعية، احتمال تلقى لي قلب مصغي إنه يدعمني في الحتة دي، يشور علي بحاجة تفيدني، ممكن ليه لا. مع الأسف كثير من اللي بيتصدم بردة فعلة الناس ليه، بيتصدم إنه فعلا بردود غير متوقعة بناس كان ختم ليه كمثال كطموح إنه فعلا ممكن يوم من الأيام يبقى زيه، أو إنه يوم من الأيام فلان ده ممكن يكون مفتاح بالنسبة ليه يصل لحلمه. وإذا بيو يسمع كلام زي ده إنه أنت فاشل، مشروعك كمان فاشل زيك، الموضوع ده ما حينجح، الموضوع ده لو بينجح فعلا كان نجح فيه فلان أو فلان من الناس اللي عندهم إمكانيات، من الناس اللي احنا شايفينهم لو عملوا أي حاجة بدوا أي مشروع ممكن ينجح بمجرد إنه فيه. ده ما شرط أبدا إنه فلان ما نجح في المجال المعين ده، إنه فلان اشتغل الحاجة دي وما مشت معه معناته ما حتنجح مع غيره، معناته ما حتنجح مع واحد تاني ممكن يكون أقل منه بالإمكانيات، أقل منه بالمعارف، أقل منه بأي حاجة في قياسنا نحن كبشر كمجتمع، لكن عنده إصرار، عنده عزيمة، عنده حاجة كده بتقوم كل يوم إنه لازم يشتغل الشغلة دي عشان ينجح فيها، عنده دافع أقوى. ليه؟ لأنه ظروفه أسوأ. في كثير من الأحيان الظروف السيئة للإنسان بتكون دافع كبير له، دافع قوي جدا كل يوم بيدفع به للأمام، كل يوم بيحفزه إنه يشتغل فيه أحسن وأحسن من اليوم اللي قبله. ليه؟ لأنه كل يوم عايش في وضعه الحالي، كل يوم بيمر بالتجربة نفسها اللي هو عاوز يمشي منها، عاوز يتطور عشان ما يعيشها تاني، عاوز يغيرها عشان ما يعيشها أولاده من بعده، حابب فعلا إنه يجتهد، حابب فعلا إنه يكون إنسان طموح جاري وراء طموحه ده، جاري وراء حلمه لحد ما ينجح، لأنه عايش فعلا واقع حابب إنه يتغير منه غير إنسان تاني عايش عيشة حلوة، عايش في مكان ممتاز، ما في حاجة كده كل يوم بتخليه يقوم كل يوم مما يصحى الصباح بيشوف إنه الوضع ده لا أنا عاوز أغيره، لا وضعه حلو وضعه مريح. فبالنسبة له الدافع ما بكون قوي زي الإنسان المستواه أقل منه، زي الإنسان اللي كل يوم بيحاول يجتهد ويشتغل ويعمل بجد إنه يغير وضعه، كل يوم هدفه قدامه، كل يوم بيحاول إنه يكون أحسن من اليوم اللي قبليه. يعني لو أنت قابلته اليوم بكل تأكيد لما تجيه تاني بعد سنة تانية بعد شهر تاني حتلاقي عنده حاجة جديدة، حتلاقيه غير حاجة، حتلاقيه اشترى حاجة جديدة، شغال على حاجة جديدة، بيتعلم حاجة جديدة، لازم تلقى كل مرة ومرة عنده حاجة مختلفة عن ما خليته فيها. ليه؟ لأنه طموح، لأنه إنسان مجتهد، لأنه إنسان عنده عزيمة فعلا، عزيمة قوية، عزيمة صادقة إنه يغير حاله يغير وضعه، عنده هدف ورؤية ماشي ليها، ما قاعد تايه، ما قاعد بيلف كده في أحلام زي ما نقول أحلام اليقظة وخلاص، انه انا نفسي ابقى كده او نفسي اعمل كده او نفسي اكون زي فلان، لا ده شغال. في فرق كبير من الانسان الحالم كاحلام اليقظة والانسان اللي بيحلم بهدف وبيجري عليه وبيشتغل عليه وبيكيد كل يوم ويوم ويوم عساس انه يصل له، في فرق كبير جدا. فعندنا امثلة كثيرة كثيرة لا حصر لها، عندنا كثير من رجال الاعمال اللي هم فعلا وصلوا لمستوى عالي جدا من الشهرة، عالي جدا من الأموال والحياة الجميلة اللي هم عايشينها، من الشركات الناجحة، من المشاريع الجميلة اللي ممكن تكون في بدايتها كانت ممكن نقول عليها فاشلة، يتحول فيما بعد إلى حياة ناجحة ونجاح خارق، نجاح كبير جدا مبهر. عندنا أمثلة كثيرة اليوم حابين نتكلم عن بعض منها، نتكلم عن ناس فعلا حاولوا بدوا يشتغلوا بدوا يعملوا بدوا يفكروا في مشروعهم بجد، ما سمعوا كلام الناس اللي حواليهم. دي حاجة مهمة جدا، لازم نحن كل مرة بنتكلم في موضوع جديد، كل مرة بنتكلم عن المواهب وعن الأحلام والحاجات دي بنقول لكم ونذكركم بالحاجة دي،
إنك ما تسمع للناس اللي حواليك إذا كانوا بيتكلموا معاك بشكل سلبي. إحنا ما بنقول لك قفل إذنك من كل الناس اللي بيتكلموا معاك عن مشروعك عن حلمك عن الحاجات دي. لا، في ناس جميلين، في ناس بيدعمونا، في ناس بيحاولوا فعلا إنهم يطورونا بيورونا الطريق على الأقل إذا ما كان بياخذ بيدنا للمشروع بتاعنا للنجاح بتاعنا، لكن بيورينا نمشي من وين، بيورينا المفروض نعمل شنو أو نبعد عن شنو. لكن في ناس تانيين الموضوع بالنسبة لهم مجرد حالة عندك حتعدي، يعني حاجة كده انت بتحلم بها اليوم بكرة خلاص حتنتهي. بالنسبة له موضوعك ده مهم كتير. ليه؟ لأنه حاول يعمل فيه قبل كده، حاول يشتغل حاجة زيه وما نجح فيها واستسلم. الفشل في الحاجة ما عيب، العيب انك تستسلم، انك خلاص يعني كويت، انك تقيف من الفكرة دي وتقول انا ما حنجح فيها، انا ان شاء الله هكمل في وظيفتي او حاجة زي دي. الناجح فعلا الانسان البصر، الانسان اللي بيحاول انه يكون دايما بحال احسن، دايما بيشوف اذا وقفت في طريقه عقبة، وقف كده حاجز قدام نجاحه، بيحاول انه يحله، بيحاول انه يلتف عليه وانه ينجح، انه يكمل في مشواره، ما يقيف ويقول انا دي نهايتي. انت حاولت تبدأ مشروع قبل كده؟ حاولت تكون ناجح في مجال معين؟ حاولت تنشر كتاب قبل كده ما نجحت فيه بعدين وقفت؟ تخيل معاي، عندنا واحدة من أروع القصص، يعني حاجة جميلة جدا، يعني حاجة ممكن كثير مننا يكون قبل كده بحب إنه يألف مثلا، بحب إنه يكتب دوامين أو يكتب كتب للأطفال. أيوة، كتب للأطفال. بمناسبة الكتب للأطفال دي، في واحد بيكتب قصص، تمام، قصص قصيرة. الراجل ده ألف كتاب من الكتب الجميلة جدا وسماه اسم شوية ممكن يكون غريب. الكتاب ده اسمه شوربة الدجاج للروح. ممكن يكون مريت به وانت في مرة من المرات وانت بتحاول تشتري كتاب، بتحاول بتتصفح الكتب أسماءها حتى تكون استغربتها، كيف يعني شوربة الدجاج للروح؟ ايه علاقة دي بدي؟ اسم غريب، اسم عجيب. ده نفسه اللي قالوا له واحد من دار النشر اللي هو قدم كتابه ده له انه ينشره له، قالوا له الاسم ده غبي، الكتاب ده ما حينجح. واحد منهم. الراجل ده ما وصل، ما وقف عند الواحد ده وقال فعلا الاسم ده غبي، انا هحاول اغيره، انا الموضوع ده يمكن ما ينجح معي كده. اقول له انت طب انت عاوز شنو عشان اكتب عشان اغير على انت حسب ما انت داير؟ انا عندي المهم انك تنشر الكتاب. لا، جرب واحد واثنين وثلاثة إلين 100 دار نشر. تخيل الراجل ده مشى 100 دار نشر عشان تنشر له الكتاب ده، وكلهم رفضوه 100 مرة، واجهوه بالرفض 100 واحد، قال له لا، قال له كتابك مرفوض، قال له أنا أساسا ما عاوز يقراه، يعني بمجرد ما يقول له العنوان، بمجرد ما بس إنه كتابه يتكلم عن شنو، يقول له لا مرفوض، يعني الكتاب ده ما ناجح. ودائما دائما الناس اللي بيرفضوا الأفكار من قبل ما يشوفوها، من قبل ما يقروها، من قبل ما يستمعوا للفكرة فعلا، هتلقى عنده الحاجة دي، هتلقى عنده أول حاجة رفض جازم كده إنه لا أنت ما هتنجح خالص، يعني بالإضافة لإنه عنده كده توصيات مستقبلية، توقعات مستقبلية بالفشل، بيقول لك كتابك ده أول حاجة أنت شغال على دي ما هتنجح أساسا، يعني سواء عن طريقه أو عن غيري، الحاجة أنت شغال فيها دي حاجة فاشلة. يعني كمان بيحكم على السوق، بيحكم على الناس اللي ممكن أنت تعرض عليهم بعدين، إنه يقول لك حيرفضوك. انت دايما هتتقابل بالرفض، دايما هتكون في مرحلة غير اللي انت حابب تكون فيها. تخيل معاي لما 100 واحد كده يحبطك يقول لك انت موضوعك ده فاشل، تخيل انت ممكن تواصل، ممكن تكمل. نحن اذا كان الواحد جرب مرة او مرتين او ثلاثة او خمسة يقول لك انا حاولت لك كتير وما نجحت، وسيب الحاجة دي، يقول لك انا بحاول دايما وما بلقى فرصة، ما بلقى عائد، ما بلقى نجاح للحاجة دي، وسيبها يمشي لغيره، يحاول في حاجة تانية، يحاول خلاص استغنى عن أحلامه، استغنى عن طموحه، ويجرب شغل عادي، حاجة روتينية. 100 دار نشر وما وقف، كمل 101 102 103 لحد ما وصل 144 دار نشر حاول فيها انه ينشر كتابه، وكلهم كانوا بيرفضوا ولا حتى بدوا فرصة او امل انه يقروا الكتاب، لحد ما جاء مرة في معرض للدار دور النشر كان فيه حوالي 4000 دار نشر. الراجل ده مدة 3 أيام
من أول ما يبدأ المعرض لحد ما ينتهي بيمر على كل كشك من دور النشر الموجودة دي، يعرض عليهم الفكرة ويرفضوا، لحد ما في اليوم الثالث في آخر ساعة اليوم الثالث مشى لدار نشر صغيرة وعرض عليهم الكتاب. دي كانت دار النشر الوحيدة اللي قلت له حنقرأ الكتاب حنشوف. دي الوحيدة اللي تقبلت في البداية كده بشكل مبدئي إنها حتقرأ الكتاب. وبعد ما قروا بأسبوع تواصلوا معاه وقال له نحن موافقين. بعد كل المدة دي الراجل ده بيحاول في مدة طويلة جدا، قال هي 14 شهر يعني خلال سنة وشهرين بيحاول إنه يسوق كتابه، بيحاول إنه يوري الناس هو سوى شنو. ما في ذول كان بيقبل إنه ينشر له كتابه ده. سنة ونص شغال على فكرة، مش شغال على الكتاب، الكتاب اشتغل عليه فترة أطول من كذا وخلص فكرته الأساسية، باقي له حاجة بسيطة إنه بس ينشره زي ما هو. مفروض من رحلة الكتاب ده إنه موضوع النشر ده ما يكون أصعب حاجة، لكن واجهته عقبة وحاول فيها إلين ما اجتهد واشتغل فعلا في على نفسه، واشتغل إنه يواصل بنفسه، يحمس نفسه بنفسه، يحاول كل يوم ورا يوم إنه فعلا ينجح. وفعلا بدت عنده لحظة الأمل دي لما قال له نحن موافقين ننشر لك الكتاب. سألهم سؤال، قال لهم طيب تتوقعوا حنبيع منه كم؟ قال لهم ما أكتر توقعات دار النشر، قلت لهم ما أكتر من 20,000 نسخة، يعني دي أحلى حاجة ممكن يتوصلوا لها. قال لهم حاجة من توقعاته ومن طموحه إنه أنا عاوز خلال سنة ونص أبيع على الأقل 1.5 مليون، دي الفكرة اللي عندي. أكيد أنتوا فاهمين دار النشر دي ردوا على شنو، أكيد أنتوا متوقعين قالوا لي شنو، متوقعين صوت الضحكة كانت لحد وين لما قال لهم كلمة زي دي. 1.5 مليون أنت مش متفائل، أنت يعني أحلامك وين، أنت عايش وين؟ ضحكوا ضحكة عالية طبعا قوية كانت عليه، قوية إنه تقبلها، بس إنه عشان حلمه عشان حي هو عاوزة مشى الوضع. الجماعة ديل فعلا الكتاب بدوا ينشروا، انطبع ونشروا الكتاب ده، ترجم ل47 لغة. تخيلين معي 47 لغة ترجموا لها الكتاب ده، من شدد ما هو ناجح، من شدد ما هو فعلا حقق نجاح كبير جدا. باعوا منه 115 مليون نسخة، 115 مليون نسخة من كتاب كانوا متوقعين على الأقل أو على أحسن التوقعات إن تباع منه 20,000 نسخة، اتباع منه 115 مليون نسخة، حقق $1 مليار. انتوا عارفين الفكرة دي انه كانت ممكن تموت بمجرد ما صاحبها استسلم، كان ممكن فعلا انها تنكتب من الحياة الفاشلة، من قصص الفشل، بمجرد ما صاحبها يقول انا ما حاقدر اكمل، انا اتواجهت بحاجات كتير، انا جربت 144 دار نشر وكلهم رفضوا، معناته الموضوع ده فاشل، معناته انا ما حاقدر اكمل. لكن الراجل كان بيقول في نفسه انه في حوالي 5 أو 6 مليار انسان ممكن يعرض عليهم الفكرة وممكن تعجبهم. ما يئس، ما استسلم، حاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما نجح. كل مشروع كل فكرة صاحبة وراه، صاحبة ما بيئس منها، ودائما بيكون عنده عزيمة وعنده إصرار إنها تنجح، لازم حتنجح. دي من القوانين، قوانين الطبيعة، قوانين البشرية، من قوانين النجاح. الإنسان المثابر ناجح مهما كان، مهما تعرض لفشل واحد واثنين وثلاثة، لكن في النهاية حينجح، في النهاية حيوصل لحلمه. ليه؟ لأنه إنسان مكافح مثابر، وربنا سبحانه وتعالى بيجزي الناس المثابرة، الناس المكافحة، الناس المجتهدة دائما بالخير. مع السماء مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. حاب أقول لكل واحد عنده فكرة، عنده طموح، عنده هدف ماشي له، حاول إنك ما تكلم الناس اللي حواليك، ما تجتهد كثير في موضوع إنك تنشر فكرتك، تنشر أحلامك للناس أو للنقاد أو للناس أصحاب المجالات المتميزة والناس الناجحين والكلام ده كله، تقول لهم فكرتي كده، أنتوا رأيكم فيها شنو الكلام ده. اشتغل أكتر على إنك تنفذ الفكرة بحد ذاتها، تنفذ الفكرة حتى لو بصورتها الأولية، حتى لو كانت
10% من الحياة انت عاوزها. انت ابدأ واصل، هتكمل اكيد طالما عندك طاقة داخلية بتحاول انك تنفذها، بتحاول انك تطلعها وتشتغل على فكرتك دي وحلمك. حتى لو كنت براك هتلاقي بكرة ناس تساعدك، ممكن لا، لكن بكل تأكيد اول ما تنجح هتلاقي قدامك امم، هتلاقي حواليك ناس كتير ممكن كان بتحبطك هتلاقيها جاي تقول لك انا كنت واثق انك هتنجح، كنت احاس انك انسان ناجح. عشان كده ما تشتغل بالناس كتير. في سبحان الله مقولة دائما بحبها انا، انه يقول لك الفكرة اللي انت شغال عليها دي او الحاجة اللي انت حلمك فيها حاول تشتغل بها كده بالكتمان. يعني يقول لك اخذوا حوائجكم بالكتمان، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث من الحديث انه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود. الحاسدين ديل هم اللي ممكن بيسعون يفشلوك، انه يقول لك موضوعك ده منتهي، موضوعك ده ما حينجح ما حيكمل. لازم تكون انسان عندك طموح، عندك عزيمة، عندك ارادة انه فعلا تنجح. عشان كده بقول لك ركز اكتر في انك تنفذ الفكرة مما انك تنشرها، مما انك تتحمس في الكلام عنها، مما انك تحاول فعلا تقول انا عندي فكرة جميلة وان شاء الله هتنجح وكده وكده وكده. ليه؟ لانه بقول لك في علماء النفس انه انت اول ما تتكلم عن فكرتك بتضاعف فرصة نجاحها. ليه؟ لانه عقليا كده وفي العقل الباطن بتاعك انت من مجرد ما تكلمت عن فكرتك بكل الحماس اللي بيكون عندك وانت بتقول الفكرة بتاعتك ضمنيا كده انت بتحس انك حققت حاجة من الفكرة بتاعتك دي، حققت حاجة فعلا، خطوة من الخطوات اللي بتنجح لفكرتك، فبتبقى اقل حماسا انك تشتغل في الفكرة، انك تشتغل في الفكرة نفسها. فكلامك عنها الكثير وحماسك في انك تقولها وتنشرها ده بضعف ارادتك الداخلية انك تنفذ الفكرة كفكرة، كمشروع، كحلم، كهدف. عشان كده حاول ما تتكلم عنها كثير، اشتغل عليها كثير، اشتغل كثير، اشتغل كثير، اشتغل كثير، ولو كان ما في أي مؤشرات للنجاح لكن حاول مرة واثنين وثلاثة. أصل ما في أي فكرة ممكن تنجح من أول مرة، ما في أي موضوع ممكن من أول مرة تسويه هتلاقي كل الناس بيقول لك واو، كل الناس بتصفق لك، أكيد هتفشل بتفاوت نسبة الفشل دي من مشروع لمشروع، من فكرة لفكرة، لكن حاول مرة واثنين وثلاثة إنك تنجح، إنك تواصل، إنه يكون عندك عزيمة فكرة فعلا انك تكمل الحاجة اللي انت حبيها دي. طبعا كلنا بنعرف كتاب هاري بوتر، بنعرف الافلام بتاعت هاري بوتر، قدر شنو نجحت، قدر شنو انتشرت الفكرة بتاعتهم دي، قدر شنو كانت حاجة عبقرية في الوقتها. لكن انتم متخيلين الشخص اللي ألف الكتاب ده اول ما ألفه واول ما عرض الواحد ممكن يكون قال له واو حاجة جميلة جدا انت قاعد تكتب فيها دي، فعلا دي حاجة عبقرية، متوقعين حاجة زي دي ممكن تكون فعلا؟ الآن طبعا كلهم بيقولوا موضوع ده موضوع عبقري، فكرة رهيبة، حاجة جميلة جدا، نجحت نجاح خطير لدرجة انهم سووا لها فيلم وعملوا منها افلام بأجزاء ممتدة. لكن زمان اول ما ألفتها، طبعا هي مؤلفة، اول ما ألفتها عرضتها حوالي 12 دار نشر رفضتها، قال لها الفكرة دي ما نافعة، الفكرة دي فاشلة، الفكرة دي يعني انت قاعدة وين تحلمي وين، ده شنو الخيال الواسع ده. طبعا عندنا الكلمة دي كتير يقول لك الراجل ده خياله واسع، الزول ده خياله واسع، الزول ده عايش براو، في جو براو، في حلم براو. انا ما بعتقد انه كلمة واحد تقول لك خياله واسع انه دي انت كده بتشتمه او حاجة زي دي، ممكن تكون بتوصفه، لكن انت في نفسك مع الأسف بقينا ناخذها على إنها شتيمة، على إنها حاجة كده ما حلوة. لما واحد يقول له يوصفه بإنه خياله واسع معناته ده بتاع أحلام، مجرد أحلام. لكن ممكن فعلا يكون خياله واسع وشغال براو، لكن الناس ما شايفين الحاجة وشغال فيها، ما عارفين قدر شنو ممكن ينجح. نرجع لهاري بوتر وقصته، حاولت في 12 دار نشر ما كلهم رفضوا، ما حاولوا إنه ينشروها. 13 فيلم نشرتها وبدأت فيها تنشرها فعلا، حولت حياة المؤلفة دي من إنها كانت فقيرة وفقيرة فقيرة جدا ومطلقة وكمان عاطلة عن العمل، ما عندها عمل. دي الحياة اللي خلتها تسرح بخيالاتها وتكتب القصة دي، دي الحياة اللي خلتها تعيش واقع غير اللي هي كانت عايشاه. بقول لكم دائما الناس الفقراء والناس
فعلا محتاجين انهم من جواتهم يغيروا من وضعهم. دائما بيكون عندهم دافع وعندهم حماس كتير انه فعلا يغير، ودائما ما بيوصلوا للحاجة اللي هم عاوزينها لانه الدافع موجود والهدف موجود قدامه، فبيسعوا له دائما باقصى طاقتهم باقصى ما عندهم من ايمان من قوة انه يكملوا فيه. الكتاب ده حقق نجاح كبير جدا، اتنشر في 200 دولة. الكتاب ده اتباع منه 500 مليون نسخة، نص مليار نسخة اتباعت من الكتاب ده، حقق لها حولها من فقيرة لمليونيرة في طوالي، يعني مليار دولار نجاح، مليار دولار بقت دي ثروتها. حتى في بعض المقابل بيقول لك انها بقت اغنى من ملكة بريطانيا وهي كاتبة بريطانية. تخيل معي واحدة كانت فقيرة جدا نجحت بإصرارها انها فعلا تنشر حاجة هي آمنت بها، حاجة هي حست انه زي ما هي حبتها، زي ما هي طلعت شعورها كله في القصص دي وفي خيالها والكلام ده، انه الناس حتؤمن بها كمان. فعلا الناس آمنت بها وفعلا الناس حبتها واشترت القصة بتاعتها، وما زالوا حد الآن بيتفرجوا في أفلامها وبيقروا في قصصها. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. لقاء اليوم. من الأشياء أيها الإخوة التي ينبغي أن يعتقدها أو ينتبه لها كل طموح، لا تنتظر تقدير الآخرين لا القريب ولا البعيد، إن الباحث عن رضا الجميع باحث عن الشقاء الدائم. فإذا كنت تعرف نفسك فلا يضرك مدح الناس أو ذمهم. قال سفيان رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره ما يقول الناس عنه مدحا أو ذما. ولهذا يا أخي الكريم، كفاك صراخا وعويلا، لماذا لا يقدرون الناس؟ لماذا يصرون على تجاهلي؟ اجعلهم يعترفون بك من خلال أعمالك. من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها أصحاب الطموح استكمال المشوار حتى النهاية. كثير من حالات الفشل كانت لأناس لم يعرفوا كم هم قريبون من النجاح عندما أقدموا على الاستسلام، لم يكن بينهم وبين النجاح إلا شعرة. إذا بدأت عملك فواصل فيه حتى النهاية. ينهار الناس لأمرين: الانبهار بالأضواء بعد إنجازات بسيطة، ابتكر ابتكار واحد خرج في الجرائد وعملت له براءة اختراع فرضي بهذا الأمر. لكن استمر. أهم شيء في الأعمال التي يطمح فيها الإنسان روح البداية، الخطوة الأولى. اكسر هذه الخطوة وتعد حاجزها واعلم بأنها سهلة، فقط هي تريد همة في البداية، ثم بعد ذلك يفتح الله عز وجل عليك شأنا وشيئا عجيبا في هذا الأمر. ومن الأمور أحبة الكرام الإقدام، فلا تسوف، فإن التسويف رأس مال المفاليس. ولا تتشائم ولا أيضا تيأس في حياتك، والتوجه إلى معالي الأمور واترك سفاسفها. لم يعد هناك وقت للتوافه في هذه الحياة، لقد ولى فعلا زمن النوم. زمن النوم يا خديجة، ذهب الفراغ، فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة، قد جاء شغل شاغل وعدمت عن طرق السلامة. ولذا يا أخي الكريم، لا تحزن لتفردك في الطريق، فأهل السنة واحد ولو على رأس جبل. أسلك سبل الحق ولا تستوحش من قلة أهلها، فإن أصحاب الطموح قلة. قال لي صاحبي: أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي. قلت: كلا، بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذا سبيلي. سر في هذا الطريق ولا تستوحش من قلة السالكين فيه حتى لو آذوك، لأن كثيرا من الناس مثبطين وللأسف. وكن متفائلا كما ذكرت لك، كما قال الأول: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ثم عاشر أصحاب الهمم العالية وطالع أخبارهم قدامى ومعاصرين. فما الذي يمنعك أن تكون شخصا ذو شأن في هذه الحياة؟ فقط حدد وجهتك واسأل الله عز وجل التوفيق. ثم شيء آخر يا أخي الكريم، هو أن تعرف بأن هذه الحياة صراع، وأن من سبق لها هو الذي ينالها، لأن سنة من الله تعالى. ثم من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها أن نحرص على إيماننا وأن نقوي إيماننا وعلاقتنا بالله. إنك لن تنال السعادة ولا التوفيق في هذه الدنيا إلا إذا كان الله معك، وإن السعادة الحقيقية هي الأنس بالله تعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. عندئذ تجد التوفيق في كل شؤون حياتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا ما دخلت
أو سألت الله عز وجل التوفيق فإنه عندئذ لا يخذلك سبحانه سبحانه. كونوا على السمع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. كلام جميل جدا، كلام محفز. دائما من ننصح الناس يسمعوا مقاطع تحفزهم، يسمعوا حاجات من ناس عاشوا فعلا تجربة النجاح، عاشوا فعلا انه يكون انسان ناجح قدر شنو، حاول وفشل فشل فشل لكن في النهاية نجح، لأنه في قاعدة يقول لك فشل فشل زايد فشل زايد فشل يساوي نجاح. دائما خد في بالك أنه أنت فشلت اليوم لكن حتنجح بكرة، وإذا ما نجحت بكرة حتنجح بعده. دائما خد في بالك أنه مهما واجهت من صعوبات، مدام أنت وراه، مدام أنت ورا الفكرة بتاعتك، بكل تأكيد حتنجح. طيب، وصلنا اليوم نصيحة لأخصائية التغذية اليوم بتقول لنا ما تحذف أي مجموعة غذائية من نظامك الغذائي بما فيها الكربوهيدرات، لأنه كل التنوع الغذائي ده مهم جدا لنا، مهم جدا لصحتنا، خصوصا في رمضان في الفترة بنكون فيها صيام، فمحتاجين لكل مجموعة من المجموعات الغذائية. فاصل بسيط ونرجع معانا للمسابقة والناس الفائزين معنا اليوم مع الإجابة الصحيحة، خليكم معانا. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا. أنا توافق التراب والسحاب والسنا، أنا تتابع المنى، أنا البناء، أنا الإنسان، أنا خليفة الأرض، أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما. خليفة الأرض، أنا بأمر خالق السماء، روح من الله سرت، فيض من الحب سما. هذا البرنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. رجعنا لكم تاني. طبعا موضوعنا اليوم بيتكلم عن النجاح وعن الناس الناجحين وقدر شنو كانوا عندهم مراحل في حياتهم بسبب لهم الفشل، فعلا فشلوا مرة واثنين وثلاثة لحد ما حققوا حلمهم. الآن وصلنا للفقرة بتاعت المسابقة للسؤال اليوم. كان بيقول سؤال اليوم، نجيب لكم السؤال بس للناس اللي بتابعونا عبر طريق الفيسبوك لايف. طبعا بنعرض عليهم السؤال، برضو بنعرض الناس اللي جاوبت إجابة صحيحة وبنعمل بينهم سحب. طيب، كان سؤالنا لليوم ما اسم الشجرة التي يستخرج منها السواك؟ الخيار الأول كان الأراك، الخيار الثاني كان الكافور، الخيار الثالث كان النبك. طبعا الإجابة الصحيحة كانت الأراك. بالنسبة للناس اللي جاوبوا أجوبة صحيحة، كان عندنا رؤى المكي ومنتصر والأخت منى والأخ مهند الفاتح والأخت يارا. طبعا حسوي بيناتهم سحب بسيط على أساس أنه نشوف الفائز معنا لليوم أو حيخش معنا السحب في إجازة أفراحنا إن شاء الله. نبدأ القرعة. الفائز اليوم معانا الأخ مهند الفاتح، ألف مبروك ليو. حابين نذكر الناس أنه ياريت تشاركوا معنا دائما، ياريت تكونوا معنا باقتراحاتكم بأفكاركم بأفكاركم الفعل اللي احنا بنستفيد منها. فعلا احنا بنحاول نقدم حاجة هنا عن طريق الراديو بتاعنا اللي بدأ كفكرة للسنة دي إن شاء الله، وهستمر فيه إن شاء الله مرة واثنين وثلاثة. بس عاوزين اقتراحاتكم جدا مهمة بالنسبة لنا. نحن برضو من الناس اللي بنحب انه نكون ناجحين. طبعا بطبيعة الحال كل الناس اللي عندهم فكرة دائما بيحاولوا انه يوصلوا للنجاح،
والنجاح ما له حدود، ما له سقف معين. ممكن الواحد يوصل للحته دي ويقول انا نجحت فعلا، خلاص ما حكمل. لا، لازم الواحد يكمل، لازم الواحد يتطور. وزي ما انت شايفين احنا دائما بنحاول ندعم فكرتنا دي بارائكم الجميله، باقتراحاتكم اللي بنسعد بها دائما، حتى للناس اللي بتنتقد اذا كان عندنا الفكره، اذا كان عندنا حاجه، دائما بنسعد انه نطور معانا او معاكم كمان افكارنا دي. كان موضوعنا اليوم عن النجاح، ومن الصعب علي جدا انه اكمل الحلقه دي بدون ما اذكر واحد من رموز النجاح صراحه في الـ في الـ في الاعمال، في الحاجات اللي هم فعلا جاوز فيها يعني صعوبات كثيره جدا. الشخص ده هو جاك ما، اللي هو مؤسس لموقع علي بابا، واحد من اشهر المواقع على الانترنت اليوم. له صراحه صيت واسع جدا، يعني موقع صيني. الشخص ده واجه كثير 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 من الصعوبات في حياته، ممكن نسميه صديق الفشل. من كتر ما هو بيحكي عن نفسه، من كتر ما هو بيحكي قصص عن كيف وصل اللي هو وصل له الان، الرجل ده مر بمراحل فشل كثيره، حاجات ممكن تحبط اي انسان انه يواجه الحياه دي بفكرته، حاجات ممكن تحبط اي انسان وتثبته عن انه يكمل فكرته دي، انه ينجح فعلا في حياته زي ما هو حابي. الرجل ده من ضمن الحاجات اللي بيحكيها عن نفسه انه قدم لشركه من شركات المأكولات السريعه دي، وكان في حوالي 24 واحد متقدم، هو واحد منهم. الشركه دي قبلت 23 الا واحد رفضه، كان هو، كان هو الوحيد اللي اترفض في شركه معروف عنا اي انسان بيقدم فيها بيقبله. الرجل ده قدم برضه للشرطه، كان في 5 متقدمين للشرطه، قبلوا منهم 4 اللي هو اترفض. قدم في اماكن كثيره، فعلا اترفض كثير جدا جدا. انا بنصحكم تحاولوا تسمعوا عنه، تحاولوا تقروا عن سيره حياته. الرجل ده جاك ما، مؤسس موقع علي بابا. صراحه يعني انا حابب ان شاء الله في الايام الجايه كمان نخصص انه نقول من قصص الناجحين دي، لانه صراحه ملهمه جدا، ملهمه بطريقه كبيره جدا، ممكن الواحد يستفيد منها. قدر شنو الناس دي العانوا، قدر شنو حاولوا مره واثنين وثلاثه وما يئسوا، زي القصص اللي قلناها اليوم، وفي قصص زيها كتير واكتر منها بمراحل. انه فعلا الانسان الناجح ده ما مستني ذول يقول له انت ناجح، ما مستني واحد يفرش له الارض بالورد وبالكلام ده عساس انه ينجح. دايما يتوقع ان هتلاقي عقبات كتيرة في حياتك، هتلاقي عقبات كتيرة في انك تحقق المشروع بتاعك، تحقق فكرتك، اي مكان توجهها، اي مكان الهدف منها، هتلاقي عقوبات او عقبات، هتلاقي ناس يحاولوا انه يبعدوك عن فكرتك دي، يثبطوك، يقول لك الموضوع ده ما ناجح، الموضوع ده ما حيمشي لقدام. لكن انت ما دام عندك اصرار، ما دام عندك رؤيه، ما دام عندك هدف ماشي عليه واصل، ودائما حفز نفسك، دائما حاول انك تدعم نفسك. زي ما قلنا، اقرب الناس للنجاح اكثر الناس عندهم اراده، عندهم دافع كل يوم يخليه يقوم الصباح، يقوم يشتغل على شغله، يواصل في حاجه اللي هو عاوزها دي، بدون ما يكل او يمل، بدون ما يقول انا حاولت، بدون ما يقول انا جبت اخري في الموضوع ده. لانه ده عارف انه زي ما قلنا الحاجه دي خطوه قاعده في حياتكم، فشل زائد فشل زائد فشل حساب نجاح، طول ما انت ماشي وراء، طول ما انت بتدفع بيه لقدام. سؤالنا للحلقه اليوم الحابين نسالكم ليه، نقول لك هل حصل فعلا انك فشلت في تحقيق فكره من افكارك قبل كده وتوقفت عنها، ولا وصلت وما زلت بتواصل؟ بالإضافة لأنه ما في حاجة اسمها مرحلة وسط ما بين الفشل والنجاح، يتكون ناجح يتكون فاشل، أي إنسان في النص بنتمي لمرحلة من المراحل دي، يا إما أنه بحاول أنه ينجح فده بنتمي لمرحلة بتاعت النجاح، يا إما أنه توقف على أنه يحاول فده بكل تأكيد بنتمي لمرحلة الفشل. لأنه أنت بقول عليك فاشل بمجرد ما وقفت عن تحقيق حلمك، بمجرد ما أنت قلت أنا ما حواصل، أنا كفاية علي كده. شكرا جزيلا لكم، كان حلقتنا لليوم عامرة بوجودكم، عامرة بتواصلكم معنا، حابين نسمع صوتكم، حابين نقرأ اقتراحاتكم، حتى لو كانت في نظركم ما مهمة، أكيد بتهمنا، أكيد بتدفع بينا لقدام، بتورينا إنه الكلام اللي بنقوله ده كله له صدى، وله ناس فعلا بيحبوا يسمعوا تاني مرة واثنين وثلاثة. شكرا لكم، في أمان الله. برنامج برعاية أفراحنا، عالم من الخيارات الاحتفالية. دار
السمع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان. والاستقامة انتماء السمع مع خلاصة الحياة يوميا في رمضان.